لا وتراكمات، والكل افتهموا انه اللي يريد يشتغل بالصناعه ما ينجح. ها يضربوه. يوضح لي بعدك بدك توضح لي. لا شو تريد اوضح لك الصناعه شلون يضربوه؟ ها شلون يضربوه؟ يضربوه يقولوا له اما شوف الصناعه اهم شيء يقولوا له لا تشتغل. كل شيء ما اريد منك بس لا تشغل المصانع. 10,000 مصنع يمكن كان. اي 10,000 مصنع نايم هسه تسمع صوتك. قافلي قافلي هاي قافلها. شوف قافلي اصحابها اصحابها قافلي. ليش؟ هاي 10,000 اهلي. احنا بالحكومه عندنا بحدود 300 وشويه مصنع. صاحب المصنع اذا ما تعطي وقود وما تعطي طاقه ليش؟ نهايته اذا ما تحمي المنتج ماله ما يشتغل. اذا ما تخليه ينافس سعريا ويا الصيني والايراني والسعودي والتركي ما يقدر يشتغل. زين اذا احنا بالوجه للي يستورد ننطي هاي ما كنا اللي قلناها قبل شويه مال الفرق مال المصارف مقابل فواتير مال الاستيراد. يعني اول شيء احنا الدولار اللي نستورد بيه المواد ارخص من الدولار اللي نعطيه للمنتج العراقي. البان ابو غريب من افضل الالبان اللي موجوده بالمنطقه مو بس بالعراق. بس هسه تفتر ما تلقاها عند الكل الا ليش؟ ما يخلوها تنتج، يخلوا لك عراقي يريد مثلا يستورد الحليب او المطيبات 100 عرقله يخلون. زين هذا يريد يربح ما ينجر. زين المواد اللي الحافظه ممنوعه بالمواصفه العراقيه يعني اسبوع يصير اكسباير، بينما يجي التركي والايراني والسعودي شهر الالبان ست اشهر لان في مواد حافظه. زين انت ليش تسمح للمواد الحافظه للمنتج الاجنبي وتمنعها على العراقي؟ يا تمنعها عن الاجنبي يا تسمح لها للعراقي حتى يصير تكافؤ. زين اثنين يصير حاله اغراق بالسوق. زين اغراق دولي من دول، دول تغرق لك السوق بالمنتج الالباني. التركي والايراني وهسه راح يجيك المراعي والسعودي هم راح يجي خير. هاي انفتح الخير هسه من هنا. في هو الخير هو انا مواد استهلاكيه راح انا اقدر اسويها، وين الخير؟ زين راح يعطونا مصانع. احكي لي شلون تحارب المصنع؟ يعني هاي انت تقصد هاي الحاله مال انه خلال اسبوع يوصل للناس لازم الاكسباير مالته اسبوع يوم الاربعاء انتاج يوم الاربعاء لازم الخميس يتوزع. اكو مدير مخزن مبرد كل خميس ياخذ اجازه ومفاتيح عده. حلو ليش؟ ما عنده بديل؟ بدون ما ادري هاي الشغله جتني جتني تقارير اللي تقول انه الالبان ابو غريب تجي فاشله اكسباير. يابا ليش؟ الناس عليها كتل شلون تبقى اكسباير؟ شيكت وشفت كل التقارير تجي انه يوم الثلاثاء او الاربعاء تصير خميس هيك يصير اكسباير. فمعناها هذا انتاج الاربعاء. اكتشفت انه فد مدير المخزن المبرد ياخذ مفاتيح ويخابرهم يقول لهم اليوم مريض يداوم يوم الاحد. فهاي اوريدي ثلاث ايام طارت. ثلاث ايام طارت الخميس والجمعة وسبت وسبت هذه كلها طارت فيها بالمخزن. بقت اربع ايام على ما يتوزع هذا طبعا يصير. زين هاي بوجه الله لو مقصوده كانت اكيد مقصوده بحيث انا هسه ما عندي الدليل انه مقصوده. سويت لجنه تحقيق يقول انا تمرض تمرضت شو اسوي يعني؟ زين بدلوه سووا زين اسمع اسمع القويه زين بس بدلته قلت لهم جيبوا غير جيبوا غيره يجوز مثلا هذا مريض شوي كبير العمر جيبوا شاب جيبوا واحد ما عنده التزامات حتى يداوم سووا نسختين من المفتاح. اربع نواب خابروني عليه هذا ليش الطلعه على هذا اللي بس طلعت قائد قوات المنطقه الغربيه يعني طلعت هو طلعت مامور مخزن مو وديت لا فصلته ولا شيء وديته لغير مكان اصلا مو انا قلت له للمدير قلت له بدلوه شوفوا له اذا هذا اللي خابروك انت وصل لك ايحاء بين هاي اللي خابروك هم الجهات اللي محركه حتى تستفاد حتى لما تدخل البضائع الخارجيه لهم مالاتهم الناس ناس تريد تعيش تحصل. زين انا معلوماتي ايضا بان اكو بعض التجار هي اللي تشتري هؤلاء وتحاول تصفق. اكيد ولا الحمله اللي تعرض لها شوف اقول لك كانت 3 سنوات ونص بالاسكان زين وضعي ما حد يحكي عليه بالتلفزيون بالصناعه ف
فهذول ركبوا نص قناة معينة وياها جماعة الفيش ومنتشرة، يعني ما عندهم شغل عمل غيري على أمور صارت 3-4 سنين. يعني هم هاي الجهات بدها تشغلها هسه عليك؟ طبعا. يعني أنت فتحت فد أمور بداخل لا دست على جني. دست على جني؟ إيه طبيت بحقل الألغام وطقت علي. هاي وزارة الصناعة. إيه طبعا. تسميها حقل الألغام يعني وزارة الصناعة. طبعا. هاي حتى تنبيه بالمحاصصة الجاية حتى من واحد ياخذها يراد له قلب قوي يراد له. لا أو بالعكس يخلي شمروها يجيبون أحد ما يشغلها وانتهى الموضوع. ياخذ ملاتب نهاية الشهر ويتوكل.